على الكاميرون في الكاميرون، كوديفار وأنغولا انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1. أدي لقطة كده للأهداف والأخطاء الدفاعية بالجملة في الشوط الأول. تونس ومالي انتهى بفوز مالي 2-0 في مالي. نيجيريا والجابون انتهى بفوز الجابون 2-1 في الجابون. وتوجو وغينيا انتهى بفوز غينيا 1-0 في غينيا. دي لقاءات الذهاب، في انتظار نتائج لقاءات العودة بإذن الله. ولا ننسى طب لمصلحة منتخبنا عن طريق أحمد حمدي، عدى حلو حمدي، وادي التسديدة، وادي الجول، جول جول جول، فتحة خير، فتحة خير إن شاء الله في الدقيقة 54. أحمد حمدي لاعب النادي الأهلي بيتقدم بهدف. يا سيدي التشجيع موجود والحماس موجود بس الأداء مفقود، هو ده الكلام. عدى وراح، والمرة دي كوبيدو، المرة دي كوبيدو بيضع هدف عن طريق النيران الصديقة. النيران الصديقة تصالح وتكافئ ناشئي مصر مشاهدينا متابعينا عن اللقطات وعن الوجهة المضيئة، ولكن بدأها أحمد حمدي في الشوط الثاني، ومختار سليمان برمسة راسية يستغل المرة دي خطأ موندي موبوتو.